رئيس اللجنة بما يخص تعاطيه مع برنامج الحكومة، كون ما يصرح به في الإعلام هو مجرد كلام متكرر لا يوجد به إيضاحات بما يحدث في اللجنة. هناك كثير من الأمور المواطنين حابين يعرفونها وحابين يطلعون فيها، وإحنا أيضا نجد هناك كثير من الأمور. محمد، احنا التمديد او لا؟ ما عليه، ما تمديد، بس ايضاح عشان احنا نكون التمديد لاسباب. اذا عندك عتب خله، ليه ما نناقش التقرير في اللجنه؟ احنا عشان الحين قصدنا معالي الرئيس انه يكون هذه الست ايام يكون عمل يكون عمل بجديه وبشكل واضح، لان هناك كثير من الامور. والعمل اللي سووه مو بجاد يعني؟ ما عليه، بس احنا نفس قاعدين للساعه 6 و7 فيهم ما قصروا في الليل. نشكرهم حتى اللي يعني حدث امس، هذه يعتبر نتائج الاجتماعات. زين، المفروض تشكرهم ما تعاتبهم. اشكرهم، ولكن العتب ان هناك نطلب من انت الحين بس عندكم تمديد او لا؟ احنا مع التمديد، احنا مع مشكله، بس لابد انه يكون التمديد طال عمرك له اليه واضحه. اللي احنا طلبناه كثير من الامور لم يضاف في البرنامج، منها امور زياده الرواتب. انا اقول عكس الكلام اللي تقوله، ان في امور كثير اضافوها للبرنامج. انا معاك طال عمرك، بس شلون تقول لا انا بالنسبه حق في تعديلات. وانت كنت كثيرة. موجود بعد. انا موجود، بس احتاج الى اضافات مهمه احنا طلبناها. الاضافات اللي وصلتنا كانت طيبه، واللي بتوصل بعد ان شاء الله احنا الحين ركزوا على التمديد ام لا؟ طيب، احنا مع التمديد ونشيد ايضا صوت بما حدث بالامس من انت اول ما بديت كلامك عليك عندك عتب على اللجنه. لا، هذه هاي جانب الجانب هاي مو جانب، هذا هو الاساس يعني. وبالتالي ويعرف ايضا جديه النقاشات اللي دارت مع الحكومه. اذا كان يريد ان يوصل الى رساله للشارع انه يعني لم يؤخذ بمرئياته، فكثير من النواب 40 نائب في هذا المجلس، لا يمكن، ووضحناه من البداية، لا يمكن الأخذ 40 نائب مرياتهم بهذا يعني واحدة. وبالتالي حاولنا أن ندمج كل هذه المريات وكل الأسئلة بما فيهم مريات محمد الرفاعي والآخرين، وبالتالي لم نهمل أحدا. لا نريد أن نزايد على هذه المسألة، المسألة واضحة. أنا معك. إذا أراد أن يوصل رسالة للشارع يجب أن لا تكون على حساب اللجنة.